بسيكولوج دكتور مارون طبيب النفساني. عمر عندي موعد صراحة. شو الاسم؟ بيبو. اسم الشهرة؟ بعدني صغير بعد ماني مشهور، بركي بس اكبر. طب فوت انطر الحكيمة بهالأوضة وهلا بيجي بعد 5 دقايق. ايه اوكي تانكس. انتو كمان ناطرين دكتور مارون؟ دمازيل؟ عمر ما قلتي لي في نطرة؟ شو؟ في 300 شخص قبل اي ساعة بيجوا دول الساعة 3 الصباح. ليك عيني انطر الحكيم وما تتشيطن اسمع ملك ابرها. فكر اخاف يعني؟ اخي رمي على الماما ما بتعيط علي. شو قلت؟ مين حكي؟ سحابة سحابة سمعتك سحابة. شكر ربك ما بستعمل سلاحي للداخل زنطت. وصورتو دنيس فخر رحمي سكرتو جعجع كيروس جمع كل عيال القضاء. تريدي مربى التين؟ لأن لازم اكل اكل بغزه او برام الله حيا الله، لان بغزه ما بقى في اكل اصلا. عدل شاطرين في الحكم ينطرونا 50 ساعة بالصالون، بحطونا مجلات عمرهم 30 سنة قاعدين نتسلى. بونسوار. شو دكتور مارون؟ بيبو ما هيك؟ ميه؟ حبيبي هيدي أول زيارة لعندي؟ ميه؟ بس ما تجي حضرتك بدك تشرفنا بزهر. عاد حبيبي عاد. عاد عاد. خبرني حبيبي شو عم بيصير معك؟ دكتور مارون عم بعمل كوابيس. كوابيس؟ مش انه كوابيس لفت او كوابيس باذنجان، هول بحبهم. كوابيس من هول ما بنام بالليل. بعتوني لعندك قالوا لي انت بسيكولوج دو لانفان، وانا جسري لانفان وجيت. واليوم معي وقت لانه مشحوط من المدرسه. ليش شحطوك؟ المعلم شو عرفني؟ ليش شحطتك؟ كنت عم تعطينا درس عن البقره. صارت لنا يا البقرة شو منيحة، والبقرة لازم نحبها هي بتعطي كتير للإنسان، والبقرة أحلى حيوان لازم نهتم فيها وهيك. أخي شو سألتني؟ قالت لي بيبو شو بتعطينا البقرة؟ قلت لها شو بتعطينا البقرة؟ بتعطينا دفوريت على البيت.